انتشرت في الآونة الأخيرة السبينر، وقالوا أن تهدي الأعصاب وأن توخر التوتر وأن وصلت أسعارها، يعني خلينا نقول بلشت خلينا نقول من دينار أو 5 دنانير إلى 25 دينار، وصار لها سوق سوداء وغيره من هذا المواضيع. كل هذا راح نتكلم اليوم مع الاستشارية السلوكية هدى الماجد. مساء شرف الخير. مساء النور، هلا والله. هلا فيك. بس خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. حياك الله هدى. خلينا نتكلم أول شيء عن السبينر. السبينر ما هو السبينر؟ احنا كل اللي قاعد نشوفه في ابو اثنين، في ابو ثلاثه، في ما ادري شنو. اي شنو هذه اللعبه؟ اللعبه انتشرت في الاونه الاخيره. اول شيء استاذ، احنا طبعا مجتمع استهلاكي وايد نمشي مع الهبات دائما متلقين غالبا للاسف، يعني اي هبه جديده لازم احنا نكون ابديت، لازم نكون نمتلكها، لازم نحصل عليها. علمنا عيالنا للاسف موضوع الترف لدرجة أنه وصل ترى الترف تلف. يعني إحنا قاعد نعلمهم سلوكيات مو جيدة، إحنا ما تربينا على هذا الشيء. المفروض الطفل لما يحصل على هذه الأشياء يكون في إنجازات هو سواها، يكون في أداء، لا صار يحصل في مقابل، هو يحصل على كل الأشياء من غير ما يؤدي أي شيء، فصار طفل مستهلك يكبر وينمو على نفس هذا الشيء. طبعا اللعبة بلشت مثل باقي الألعاب، ترى قبل مدة كان السيجاوي وكان السلايم، صح، وانتشرت قبل فترة البيكومون، ولين وصلنا. فإحنا دائما كل سنة شيء يطلع كل سنة لنا لعبة جديدة، المسوقين والتجار عشان يسوقون لها ويطلعونها بصورة جميلة، يعني يقومون يحطون خدع نفسية للأسف بعضنا يصدقها. فمن الخدع النفسية اللي كانت على موضوع السبينر أنها هي تزيل التوتر وتخفف الضغوطات، وهذا أبدا غير صحيح، خصوصا بالنسبة حق الأطفال. ما في توتر ما يشيل ما متأكدة. يعني أنا يعني بحثت في الموضوع وحاولت أقرأ الأبحاث والأخصائيين النفسيين والاستشاريين، وسألت عندنا بعد مجموعة من الزملاء أمس، وسويت استبيان مع المتابعين في السناب، الكل أجمع أن إحنا ترى هذه معلومات خاطئة لا تمت لأي صلة على أساس علمي ولا أساس بحثي ولا أي شيء، هي مجرد ترويج لهذه السلعة أو لهذه اللعبة، وللأسف أن اللي صدقونها الأطفال والصغار اللي أقل من 18 سنة وبعض الكبار أحيانا. إنزين، قالوا أن هذه تستخدم لأمراض مرض التوحد، فهل هذا صحيح؟ يعني يساعد على العلاج في مرض التوحد؟ والله للآن يعني ما طبقناها، ما شفنا، يعني أنا مختصاصية التوحد بس الزميلات معاي أخصائيين التوحد ما شوف أي أحد يعني طبقها أساساً، لا لأطفال التوحد ولا حتى للأطفال اللي عندهم صعوبات في التعلم أو صعوبات في التركيز أو أي أمراض تشتت الانتباه وفرط الحركة. الموضوع مو علمي أبداً كلش. إنزين، ولا ينمي الذكاء عند الطفل؟ يقول لك هذا ينمي الذكاء عند الطفل أو هو ممكن ينمي التوتر. خلونا نشوف فكرة اللعبة. إنك تمسكها وكل ما ظلت تفتر مدة زمنية أطول كل ما كنت أنت الرابح. اليوم إذا الطفل تعرفين تسوينها؟ والله أنا مو وايد يعني فيها، بس كل ما كانت تفتر أكثر هذه يمكن خربانة. لا، كل ما كانت تفتر أكثر يعني أنا خسرانة، أنا لو طفل وما أقدر أفرها هذا راح يحسسني بالنقص قدام أقراني أو الأطفال اللي معاي، راح يكون عندي توتر لأن أنا أسعى أن هي تدور أطول فترة زمنية ممكنة، فأنا أكون في ترقب وطالع رفيجي هل هو قاعد تدور عنده ولا ما تدور عنده. هي راح تخلق توتر على العكس، ما راح تهدي. أنا سألت حتى مجموعة من الكبار، بيني وبين الشخص الثاني طبعا هي آثارها النفسية والآثار الاجتماعية لها راح تكون وايد. إذا كنا إحنا نبي نزيد روح المنافسة في ألعاب وايد اليوم، إحنا ليش دائما ترى إحنا مثلا كاستشاريين اجتماعيين نفسيين لما نسوي أنواع من الورش والدورات حق الأطفال دائما تكون أولا الحقيبة التدريبية تكون مؤسسة على أساس علمي، على أساس نظريات سلوكية ونظريات العلاج باللعب وكل هذه الأمور اللي أولياء الأمور يسعون إن يطورونها عند عيالهم. الحقيبة التدريبية تكون فيها أساس علمي، يكون فيها أيضا جانب تدريبي عملي. اليوم الطفل ما يبي يقعد في مكان ويكون متلقي ويسمع نظريات ومحاضرات، يبي يكون هو يطبق هذه الأفكار العلمية اللي احنا قاعد نقولها يطبقها بطريقة عملية في قاعة التدريب. من هنا جت فكرة العلاج باللعب والتعلم باللعب. أنا علمه
بعض الأفكار والاتجاهات الجديدة من غير لا يحس هو. فاليوم ليش إقبال أولياء الأمور على مثل هذه الدورات اللي عادة قيمتها ممكن تعادل قيمة لعبة السبينر؟ لعبة السبينر هذه على اختلاف صناعتها، بعضها مصنوع من البلاستيك، بعضها من المعدن، بعضها أنواع نيكل، أنواع وألوان وفيها طرق أشياء جذابة تكون على شكل باتمان وعلى أشكال مغرية بالنسبة حق الأطفال. قيمتها تعادل دورة تدريبية من شخص مختص، مدة الدورة 5 إلى 6 ساعات يكون الطفل فيها يتلقى الأشياء من أيدي متدربين متخصصين اختصاصيين واستشاريين. فيها ألعاب تربوية، فيها لعب جماعي، وفيها تبادل بين الأطفال اللي موجود اليوم. وايد مهم اللعب الجماعي. هذه اللعبة أولا راح تخليه قاعد بروحه بس قاعد يفتر فيه. احنا ما نبي عيالنا يكونوا منطوين وقاعدين، نبيهم يشتركون في الألعاب الجماعية. ليش أولياء الأمور يقبلون على مثل هذه الألعاب وصدقون هذه الخدعة النفسية؟ وبالمقابل عندنا ورش وقاعات تدريبية فيها من أفضل أنواع الألعاب وأفضل أنواع التدريبات اللي تكون على أيادي متخصصين وبأسعار جدا رمزية، مجرد هدفها توعية. ليش اليوم احنا نقبل كل شيء نبي بسرعة؟ المشكلة مو بالأطفال، حتى بالكبار صاروا يستخدمونها. صح صح, صح ولا لا؟ صح. انزين ليش ما نبدل هاللعبه هذه بلعبه ثانيه غير هاي؟ هني لازم يكون دور الوعي. اذا احنا فكرتها شريناها لان احنا نبي نخفف التوتر او نبي نعالج سلوكيات معينه، منطقيا ان العلاج السلوكي هو مو سحر، ترى مو سحر راح نلعب هذه اللعبه الحين وراح تختفي عندي كل الاضطرابات السلوكيه والقلق والتوتر وتختفي كل الضغوطات. لا، هو برنامج متكامل يعتمد على نظريات معينه، افعال معينه، وردود افعال معينه، وطبعا تحكمه في الاساس العلاقه الايجابيه بين الطفل والام، بين الطفل والاب، بين الطفل والاستشاري او المختص اللي قاعد يسوي له هذا البرنامج. اذا هل هذه اللعبه راح تزيل التوتر؟ هذه ما راح تزيل التوتر. افكر في الالعاب اللي تزيل التوتر. ممكن الرسم. ليش اليوم احنا بعيدين في علاج؟ يعني فلسفه ومدرسه كامله تقول العلاج بالرسم. اعطوا الاطفال الوان واقلام وخلوهم يلونون. الحين مقبلين على اجازه صيفيه طويله وبلشت للبعض من طلابنا، اعطوهم يرسمون، خلوهم ينطلقون في الالعاب الخارجيه. اليوم كل عيالنا داخل البيوت وداخل الشقق الصغيره وداخل هالمجمعات، خلوهم يروحون البحر، ينطلقون يلعبون مع الاطفال الباجي. خلوهم يعني يمشون، ترى جزء من تخفيف الضغوطات والتوتر هذا هو الحركه. عشان كذي في العاب حركيه اللي تطور مهارات العضلات الكبيره والعضلات الصغيره عند الطفل. خلونا ناخذ هذه الاشياء من دور اساس الأهل. دور الاهل طبعا، الاهل دائما هم نموذج. نموذج اذا كان هذا النموذج نموذج صالح، اذا كنت انا مربي صح، إذا أطفالي من غير لا أنا أعطيهم تعليمات، من غير لا أقول لهم لا تلعبون بهذه اللعبة. اليوم ولدي بالبيت إذا شافني أنا ألعب هذه اللعبة وبالمقابل أنا أنهي إنه يلعبها، هل هو راح يستجيب لي؟ ما راح يستجيب، راح يقول لي ماما أنت قاعد تلعبين فيها، إيش معنى أنت يعني وإحنا؟ ما راح هو يقدر هذه الفروقات العمرية، هو راح يحط نفسه معاك ند بند، ليش أنت تلعبين وليش أنا ما ألعب؟ مثل ما نقول لهم على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الذكية والآيفونات، ليش أنت تلعب؟ بالضبط، ليش أنت تلعبين؟ ليش أنت ماسكته وأنا لا؟ لازم إحنا نكون نموذج جيد، نموذج صالح، ولازم يكون في حوار مع عيالنا. المفروض اليوم عيالنا ما شاء الله واعين، مطلعين، عندهم ثقافة والعالم مفتوح. لازم إذا بنمنعهم من أشياء نعطيهم أسباب منطقية، ويكون في حوار، في حوار متبادل بيننا وبين بعض عشان احنا نقدر نقنعهم. اسم الله عليهم يفهمون اكثر. اي اكيد يفهمون اكثر منا. وهذه اللعبه يعني شيلها من راسكم، لا هي تشيل التوتر ولا تجيب التوتر. راح تشيل التوتر. شكرا لك يا استشاريه السلوكيه استاذه هدى الماجد على هذه المعلومات. وهم ننصح الاباء والاولياء الامور ان ينصحون عيالهم، وما له داعي ان اي شيء يطلبونه عاد يعطونهم، صح ولا طبعًا لا؟ طبعا. اي أيوة والله، شكرا شكرا لك ويعطيك العافيه. كذي خلصنا حلقتنا، نشوفكم باكر، مع السلامه.